من ضمن التعليقات، هل إدارة أعمال أفضل التخصصات؟ لا، الحقيقة مش أفضل، ممكن تبقى بالنسبة لي أفضل وليك مش أفضل، فهي أفضل ليا مش أفضل ليك، أو العكس، أو ممكن الاتنين أفضل لينا، فمفيش حاجة اسمها أفضل أو أسوأ. نصيحتي للناس، أنت دايما تشوف هل التخصص ده مناسب ليك ولا لأ، لأنه ممكن يكون مناسب ليك أو مش مناسب لغيرك، فحاول إنك تضع ده في الاعتبار عند النظر إلى مجال إدارة الأعمال، هو ده اللي بيعمل فرق وأنت بتتكلم عليه. عشان كده حاول يكون بالنسبة لك الموضوع واضح، وخلي بالك إدارة الأعمال جواها تخصصات كتيرة جدا جدا، فقبل ما تقرر أنت حابب أو مش حابب كلية أو تخصص إدارة الأعمال، شوف أنت حابب إيه. ونصيحتي، اقروا في المجالات قبل ما تدخلوها، وعندك كتب كتيرة جدا جدا أونلاين ممكن تطلعوا عليها، هتساعدكم إنك تعرفوا يا ترى المجال ده عامل إزاي، يا ترى أنا حابه ولا لأ، هيوسع مداركه على هذا الموضوع. وربنا يوفقكم ويكتب لك كل خير بالتوفيق بإذن الله تعالى.